أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن how to describe things، إزاي نوصف الحاجات ونقارن ما بينهم ما بين حاجتين. لو أنا عندي square زي اللي قدامنا ده وعايزة أعمل عنه جملة أوصفه أقول إن هو كبير، يبقى هقول إيه؟ أيوة شاطرين، هقول this square is big. This square is big، يبقى أنا كده بوصف ال square اللي قدامي ده إنه كبير، بوصف المربع بإنه كبير. طيب أوكي، لو انا عندي المربع الاخضر ده وعندي واحد تاني ازرق وعايزه اقول هما الاتنين كبار بس الاخضر اكبر، فانا عايزه اقول ان الاخضر اكبر في الحجم من الازرق، يعني بيتفوق في صفة الحجم انه كبير عن الازرق. اقول ايه؟ هقول the green square is bigger than the blue square. يبقى انا عملت ايه؟ نفس الصفة الباقي اللي كانت عندي من شوية حطيت لها ER وحطيت بعدها كلمة than عشان أعمل حاجة اسمها المقارنة ما بين حاجتين ال comparative. هبدأ بالبلو سكوير وعلاقته بالجرين سكوير. طبعا احنا قلنا ان الجرين سكوير bigger، so البلو سكوير is العكس بقى، عكس big ايه؟ small. شاطرين، برافو عليكم. يبقى انا هنا هقول انه the blue square is smaller than the green square. يبقى أنا هنا تاني جبت الصفة small حطيت لها ER وحطيت بعدها than علشان أعمل مقارنة في الحجم ما بين ال blue square وال green square. طيب تعالوا نشوف مثال تاني. لو أنا عندي snakes وعندي eels، طبعا للي ما يعرفش ال eels هو ثعبان البحر، سمكة بتعيش في البحر شبه التعبان وبتتاكل. لو انا عايزة اقول، عايزة افرق ما بينهم في الصفة اللي هي long، مين فيهم اطول من التاني؟ طبعا التعبين اطول من الايلز، والمرة دي هنا انا عندي التعبين جمع، يبقى احنا مش هينفع ان احنا نستخدم is لان is بتيجي مع المفرد بس، يبقى احنا هنا هنقول تمام هنقول are. يبقى هقول snakes are longer than eels. يبقى أنا هنا جبت الصفة long حطيت لها ER حطيت بعدها than علشان أعمل المقارنة ما بين ال snakes وال eels. طيب لو أنا عايزة أقارن ما بين ال snakes وال eels بس في الصفة dangerous، dangerous خطير، هنشوف هنا معلومة مهمة جدا بتقول إن ال adjective that are more than one syllable، إحنا عارفين إن الكلمة عندنا ممكن تكون one syllable two syllables أو أكتر من كده، فلو ال adjective عندنا أكبر من one syllable مش هينفع إن احنا نحط لها ER. في الحالة دي احنا هنستخدم more or less. طيب تعالوا نشوف مع ال snakes وال eels أنا هقول dangerous إزاي. طبعا ال snakes are more dangerous than eels، يبقى أنا كده بقول إن ال snakes أخطر من ال eels. Snakes are more dangerous than eels. طيب لو بدأت بال eels يبقى أنا هقول مينفعش أقول إن هما more dangerous لأن هما مش more dangerous، ففي الحالة دي هشيل كلمة more أحط مكانها less. تعالوا نشوف، لو أنا هبدأ بال eels وهقارنها مع ال snakes فأنا هقول إنه ال eels are less dangerous than snakes. Eels are less dangerous than snakes. Don't forget the verb is و are. دايما حبايبي بننسى ان احنا نحط is و are لما بنكون بنعمل الجملة بتاعت المقارنة، فدايما ما ننساش ان احنا لازم يكون عندنا verb to be is او are. طبعا لو بنتكلم عن حاجة في الباست هنحط was او were. لو انتوا لسه موجودين معانا دلوقتي لحد هذه اللحظة يبقى انتوا تستحقوا a bonus. البونس بيقول إن ال small adjectives that ends in a vowel followed by a consonant، طبعا إحنا عارفين إن ال vowels هما ال A وال E وال I وال O وال U، أي حرف تاني من ال 21 حرف اللي فاضلين بنقول عليه consonant. يبقى إحنا لو عندنا ال adjective مكونة من one syllable وهنستخدم فيها ER وال adjective دي آخرها vowel وبعدين consonant، آخر حرفين فيها vowel وبعدين consonant، إحنا محتاجين
ان احنا نعمل double لل last consonant before adding the er. زي ايه؟ تعالوا نشوف الـ example علشان نفهم اكتر. زي الصفة big مثلا، الصفة big اخرها حرف الـ g which is consonant، بس حرف الـ g قبله في حرف الـ i which is a vowel. فانا عندي vowel وبعدين consonant، يبقى علشان اعمل الـ comparative من الصفة big لازم اضيف حرف الـ g الاول وبعدين احط الـ er. نفس الكلام في الصفة thin، thin بمعنى رفيع، عندي حرف الـ i which is a vowel followed by n which is a consonant، وبالتالي علشان أعمل الـ comparative لازم أضيف حرف الـ n وبعدين أحط الـ er، يبقى thin هتبقى thinner. fat نفس الكلام، آخر example عندنا fat هتبقى fatter، أضيف حرف الـ t عشان حرف الـ t في قبله a which is vowel followed by a consonant، يبقى لازم نضيف الـ consonant وبعدين نحط الـ er. في ايه examples تانية ممكن تقولولنا عليها؟ هستنى ان انتوا تقولولي في الكومنتس ايه تاني examples الـ adjective اخرها vowel وبعدين consonant، وهنحط لها er ونضاعف الـ consonant علشان نحط الـ er. كمان ما تنسوش تنزلوا للـ description box وتدخلوا على الـ exercise اللي هتلاقوه موجود علشان خاطر تتدربوا على الدرس بتاع النهاردة وتتأكدوا ان انتوا فهمتوه كويس. وان شاء الله في بداية الحلقة الجديدة هنراجع مع بعض الاكسرسايز ونقول الاجابات بتاعتها علشان تعرفوا اجاباتكم صح ولا غلط، وبرضه تقولوا لي في السكشن بتاع الكومنتس مين جاوب صح ومين جاوب غلط. لو عندكم اي استفسارات برضه هستنى اشوفها منكم في السكشن بتاع الكومنتس. وكمان عايزه منكم ان انتوا تحفظوا الفوكاب اللي هتلاقوها موجوده برضه في الديسكريبشن بوكس، هتلاقوا اللينك بتاعها، علشان الفوكاب دي هي اللي هتخلينا نعرف نعمل جمل بشكل أسهل. وكل فترة إن شاء الله هنبقى نعمل تيست صغنن كده علشان نتأكد إن احنا فاكرين الفوكاب دي، حتى لو احنا مش هنقدر نحفظ السبيلنجز بتاعتها، بس على الأقل نبقى عارفين كل كلمة معناها ايه. أتمنى تكونوا استفدتوا بالدرس بتاع النهاردة، وأشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.